أقامت جمعية العاملين التابعة للأمم المتحدة مؤتمر حول تحديات الفرص التي نواجهها الآن في الطريق إلى الديمقراطية من منظور حضاري اجتماعي بيئي بحضور عدد من الشخصيات العامة. الندوة النهاردة بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة هي بين جمعية العاملين للأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، سواء الـ UNDP أو هيئة الصحة العالمية، البنك الدولي، هيئة الزراعة والأغذية، كل هيئات الأمم المتحدة. إحنا وجدنا أنفسنا كمصريين اشتغلنا في الخارج في الأمم المتحدة وهيئاتها أن إحنا دورنا أن إحنا نكون كنوع من الأنطرة أو جسر بين الأمم المتحدة وبين مصر، عن طريق أن إحنا أولا بنقدم خبراتنا للهيئات المصرية كيف يتعاملوا مع المجتمع الدولي أو مجتمع المانحين أو مع الأمم المتحدة، من ناحية تانية بنتعامل بنفهم الأمم المتحدة ما هي أولويات مصر، الأولويات الحقيقية لمصر، وبنحاول نساعدهم أنهم يكتشفوا البرامج التي تحتاج دعم في مصر. هي الندوة عبارة عن شراكة ما بين مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة كلها في مصر وما بين جمعية العاملين السابقين بالأمم المتحدة اللي أنا تشرفت بإنشائها، وهي دلوقتي تحت رئاسة السفيرة ميرفا التلاوي اللي هي كانت رئيسة الإسكوا في بيروت وطبعا وزيرة سابقة. والندوة عبارة عن تبادل آراء ما بين خبراء مصريين متخصصين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومع شركاء التنمية، على أساس أن هم طبعا بيساعدوا مصر فيستحسن أن هم يسمعوا الآراء اللي هي فعلا بناءة وبتبني المرحلة الانتقالية اللي احنا معدين فيها، لأن احنا شايفين يعني يعني مسؤولين عن التنمية انها الموضوع دلوقتي مش واخد الأهمية الكافية، وان الناس اكتر طبعا مهتمية بحاجة مهمة واللي هي الأمن والاستقرار. مصر في مفترق طرق النهاردة، هل يمكن أن نستفيد من الماضي؟ وهل يمكن أن ننظر إلى المستقبل نظرة استراتيجية ونعرف العالم ماشي إزاي عشان نمشي زيه؟ النهاردة مصر بتواجه تحديات كبيرة جدا، عايزة النمو الاقتصادي يزداد، عايزة العدالة الاجتماعية وعائد التنمية يعود على كل الأفراد اللي موجودين في المجتمع. هذه قضية احتار فيها عقول البشر منذ ظهرت النظرات الاقتصادية والاجتماعية، عشان كده هو النهاردة كان مجتمع ونقاش على أساس نستفيد من الخبرات العالمية تحت مظلة الأمم المتحدة. الفرص كثيرة والتحديات أكتر للوصول إلى أقصى معدلات التنمية في مصر. الاهتمام بالآراء ووجهات النظر المختلفة شيء ضروري للعبور إلى بر الأمان. إنجي خالد، نهارك سعيد.